ولقد تقرر بهذا الصدد على وجه الخصوص اتفاق الطرفين على إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة والمؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة. كما اتفق الطرفان على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، واتفقا كذلك على إقامة حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء يتبع لنفس الصفات. وأخيرا توافق الطرفان أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في بعض تفصيلات تشكيله حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية. وأخيرا وليس أخيرا، قرر الطرفان أن يعمد بمسؤولية ومنهجية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تحسن الأجواء وتنظفها وتخلق جوا وطنيا مناسبا للتصالح والوفاق والمضي قدما من أجل الشعب والبلد في السودان.